بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج قصة أمة. نكمل اليوم الكلام عن نبي الله سليمان عليه السلام. وقبل أن نبدأ في حلقة اليوم، يسعدني أن أرحب بالشباب المشارك معي في حلقة اليوم. أستاذ محمود جمعة، أهلا بحضرتك. أستاذ معاذ علي، أهلا وسهلا بحضرتك. كما أرحب بالسادة المشاهدين جميعا، أهلا ومرحبا بكم. تكلمنا عن نبي الله سليمان عليه السلام، عن النعم التي أعطاها الله لنبي الله سليمان عليه السلام. اليوم نتحدث عن قصة هدهد سليمان عليه السلام وملك سبع. والقصة دي فيها مجموعة من القيم والمبادئ اللي محتاجين تكون موجودة معنا في حياتنا. يعني عايزين ننظر على قصة سيدنا سليمان مع الهدهد مع ملك سبع، وناخد القيم اللي موجودة في القصة، أنها قيم حياتية. لو الواحد عاش بالقيم دي استريح. أول قيمة في أول كلمة ذكرت في هذه القصة، قال الله وتفقد الطير. قيمة التفقد، إنك أنت سيدنا سليمان، إحنا ذكرنا إن هو عنده أعداد مهولة، عنده جيوش من الإنس وجيوش من الجن وجيوش من الطير وجيوش من كل حاجة، ولكن أنا أول حاجة إيه؟ وتفقد الطير، بينظر للطير، أخبار الطير إيه؟ وهنا محتاجين إن إحنا ناخد المعنى ده بأن نتفقد الناس اللي حوالينا، الناس القريبة مننا. ممكن واحد محتاج منك كلمة، واحد محتاج بس إنك تقول له أخبارك إيه، واحد إنك تقول له طمنا عليك. اتصال من غير مصلحة، يعني دايما نتصل بس إيه؟ مصلحة. إزيك عامل إيه؟ عايز إيه؟ واخبارك ووحشني واحوالك وبعدين اللي هو بقى السؤال بقى تمهيد للمصلحه. طبعا هو هي حاجه كويسه برضو يعني، لكن احنا محتاجين ان يكون في سؤال، زي ما في حديث النبي عليه الصلاه والسلام تبعته ان ظلهم الله في ظل يوم لا ظل الا ظل منهم، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا. محتاجين ان يكون المعنى ده حاضر معانا، ده قيمه التفقد، انك تتفقد حتى اقرب الناس اليك، رحمك ارحمك، نقول اخواتك البنات محكمة متزوجه، خالاتك عماتك، اتصال من غير اي حاجه، اتصال للاطمئنان. مجرد اتصال ده هيصنع الفرق. التفقد، سيدنا سليمان كان يتفقد، وعندما تفقد لاحظ هو عنده اصناف كتيره جدا جدا جدا، ولكن هنا الهدود مش موجود. مالي لا ارى الهدود، ايه اللي حصل؟ بدأ ان هو ايه؟ خد بقى. طبعا كان الهدهد بيستخدم في معرفة مواقع الماء، ان الهدهد كان بيسافر مسافات طويلة وعنده تحمل، وكان فالمكان اللي فيه ماء كان ايه؟ يدلهم عليه. فالهدهد غايب مش موجود ليه؟ وبعدين بقى ايه؟ بدأ يفكر. يبقى اول حاجة ايه؟ التفقد. بعد كده قال ايه؟ لو اعذبنه عذاب شديد هيتعذب، او يتعذب يذبح، او يجي بقى بسلطان مبين. اديني سبب الغياب بتاعه، يديني عذره. وهنا ده القيمه الثانيه، التماس الاعذار. احنا عندنا اول قيمه تفقد، وثاني قيمه التماس العذر. واحد اتاخر، يبقى انا عندنا لو واحد مثلا عندنا ميعاد مع واحد، الواحد اتاخر، اول حاجه بنساله ايه؟ اتاخرت ليه؟ اللي هو مش اتاخرت ده عشان بطمن، عشان بعاتب. طب ما طب ليه ما يكونش السؤال تفقد هنا مع التماس العذر؟ يسال عليه، طمنا عليك، هو انت ايه اللي حصل؟ إن انا قلقان عليك. يعني كان في حد ليه ميعاد مع واحد، ميعاده مثلا كان معاه الظهر، فهو يرن عليه ما يردش، وبعد اتصال تقريبا 21 مره شخص يعني في معرفه بيه، فبقول بقيت محروق جدا، فهرد على اقول له ايه؟ فبقول رديت على التليفون، اول ما رديت عليه قال لي طمنك انا قلقان عليك، في عندك حاجه ولا ايه؟ انت شوف الايه، التعبير مش عتاب، التعبير ان انا حاسس لا ده حد نسى مهمته ونسى الميعاد ونسى كل حاجه، كل همه ان هو يطمئن. فهنا تقديم الاعذار والتماس الاعذار، ان هو يجي بايه؟ بنبأ. قال فمكث غير بعيد مده وما غابش، جه لما وصل الهدهد عرف الخبر،
بس سيدنا سليمان بيدور عليك، ده انت هيحصل فيك ده، عارف انت ايه؟ هو كل حاجه ايه؟ قلبه وقف رجليه خلاص. ده بقول يعني. فعمل ايه؟ ودي بقى المعنى الثالث، براعه الاستهلال. في واحد غضبان، كيف اتعامل مع الغضب؟ فدخل الهدهد بطريقه كده فيها تشويق، قال: احط بما لم تحط به. عارف انت ايه؟ جايب له كده ايه؟ عارف انت بيقول لك ايه؟ كلم الدخله بتاعته. قلت لك حاجه. ده طبعا في المعنى بتاعنا في الدنيا يعني. ولكن شفت براعه استهلال الهدهد ان هو يخطف قلب سيدنا سليمان يطلعه من حاله الغضب. ايوه. ودي بقى انت لما تلاقي حد غضبان ما تواجهش غضبه. طلعه من الغضب. خذ الايه؟ فما قالوش انا شفت حاجه غريبه، لا لا، احط بما لم تحط به. انت بقى عندك علم واسع وعندك والجن متسخر و بس انا جبت لك بقى ايه؟ وجئتك من سبأ. سبأ دي في اليمن. سيدنا سليمان في فلسطين. يعني الاف الكيلومترات، سفر ايام. فقال له انا جبتك بقى بنبأ يقين. وخلي بالك بقى ان هو بيقول له ايه؟ انا صادق. جايب لك بالايه؟ حاجه ايه اللي حصل؟ وهنا بقى شوف هنا مهمه الهدهد والهم اللي جاي بيه والحاجه اللي مزعلاه والهم اللي شايله. اني وجدت امراه، المراه ديت هي ملكه عليهم وهي لها عرش عظيم وهي والناس اللي معاها بيعبدوا الشمس والشيطان مزين لهم اللي بيعملوه والموضوع عندهم عادي. وهنا بقى الهدهد كان الهم اللي رجع بيه ان في ناس بتعبد غير ربنا. ودي بقى القيمة الرابعه من القيم، فكره دعوه الناس الى الله، الحرص على هدايه الناس، التوحيد والعباده لله سبحانه وتعالى. الهدهد مستغرب ازاي في حد يعبد غير ربنا، ازاي يسجدوا للشمس. وهنا برضو الهدهد لما اتكلم وهو متربي على حسن الظن وعلى التماس الاعذار، قال له ان الشيطان زي لهم كده، الشيطان حسسهم ان هم صح واحنا محتاجين نعرفهم الصح ايه. طب هنا بقى لما طبعا الهدهد قاعد يتكلم عن وحدانيه الله وان هم ينبغي ان يسجدوا لله، هنا سيدنا سليمان عمل ايه؟ كان ايه رد فعله؟ ما قالوش طب يلا بينا بقى عشان نقاتلهم، يلا بينا عشان ندعوهم، بعت لهم الفاتحة. لا، ده الاول التحري، قال سننظر اصدقت ام كنت مكذب. شوف بقى هنا يقول لك القصه دي قيم. مش معنى ان الهدهد جه وقال وكذا 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 ان انا صدقت على طول، لا، ده الاول اتاكد هشوف انت صادق ولا كاذب، انت جاي بالحق ولا جاي بالباطل، انت بتعمل حجه علشان نعذبكاش عشان غيابك ولا انت فعلا جايب كلام حقيقي. وخلي بالك بقى هو هنا كمان الهدهد لما غاب من غير اذن، ولكن لما جاء بحاجه مهمه زي كده تغافل سيدنا سليمان عن ان هو يحاسب الهدهد ان هو انصرف من غير اذن. خلي بالك هنا برضو ايه، محتاجين مسألة التغافل عن بعض الأمور في الحياة، مش كل حاجة نقف معاها، مش كل حاجة نقول هي حصلت لي، لا، في نوع من إيه؟ إنك تعد بعض الأمور. وأنا الخبر اللي جاء بيه والأمر ده خلاص خلاه سيدنا سليمان انشغل بالأهم، وإن كان غياب الطير حاجة إن ما ينفعش الهدهد ما ينفعش إنه يعملها، ولكن في حاجة أهم، في قضية كبرى، العبودية، ودي وظيفة سيدنا سليمان إنه أصلاً عبد لله سبحانه وتعالى، وان هو جاء يدعو الناس الى الله. فهنا قال له خد كتابي، بعث بكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب من سيدنا سليمان عليه السلام مكتوب فيه بسم الله الرحمن الرحيم، الا تعلوا على ائتنا المسلمين. وهنا بقى ايه خطاب الهدهد، اخذ الكتاب وذهب الى المكان اللي فيه المراه، وكانت المراه ديت لها عرش عظيم، عرش بقى من افخم الانواع من الزبرجد والماس والياقوت، الحاجات اللي هي الايه؟ اغلى الاشياء واثمن الاشياء. ف وهي جالسه قرات الكتاب انه من سليمان، انه بسم الله الرحمن الرحيم، الا تعالى عليه واتوا المسلمين. فلما قرات الموضوع وفي دعوه
قعدت تفكر هو عايز ايه، لان الناس كان وقتها انواع واصناف، في اللي بيطمع في المال، في اللي بيطمع في المنصب، في اللي بيطمع، فده مين وعايز ايه، وهي ما سمعتش عنه قبل كده، ما تعرفش عنه حاجه. فقامت جمعت الايه، الملأ. قالت يا الملأ، الملأ ده بقى ايه، كان عندها ملأ عظيم جدا، يعني كان عندها الملأ اللي هم عيله القوم، كان معاها 312 واحد، 312 كل واحد تحته 10,000 بيحكمه، يعني تقريبا حوالي 3,120,000، مملكه كبيره، عدد كبير جدا. فقعدت تفكر معاهم، طب نعمل ايه، طب نسوي ايه. فقالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله، وكذلك يفعلون الملوك، معروفين الناس اللي هم الظلمه بيخشوا ويعملوا كذا. وانا مش عارف هو عايز ايه. قوم انا بص اللي انت عايزاه، احنا تحت امرك، ومن ايدك دي لايدك ديت، واحنا برضو اصحاب قوه، احنا مش ضعاف، ونقدر نقاتل ونقدر نعمل و طبعا بقول لك عدد كبير، 3,000,000 وشويه، وحاجه يعني ايه، حاجه شكلها عظيم، ولكن مع العظمه واضح جدا ان لما يكون ملك زي ده تحكمه امراه، فده يقول ان هم اصلا قوه غير حقيقيه، صح، حتى لو قوه، لكن في الاخر والناس دي في الاخر ما فيش لها راي، حتى اللي انت شايفاه نعمله. قعدت تفكر، هم قالوا احنا اصحاب قوه واصحاب باس واصحاب شده، ونقدر ان احنا نخلص عليه، ونقدر ان احنا ننهيه. وبس هي فكرت تفكير تاني، طب هو ده عايز ايه بالظبط. قالت خلاص انا هبعت له هديه. ليه هديه؟ عشان تعرف النوايا بتاعته. رد فعله ايه؟ هل هو همه فلوس؟ ففجاه رايح له هديه قيمه، يمكن معاه انت هديه ايه. وفي نفس الوقت اللي رايحين بالهديه وهم رايحين يعملوا ايه؟ هم استكشفوا. ايوه، سيدنا سليمان فهم الحيله دي، فعمل ايه؟ جمع كل الجيوش، كل الجنود، كل الناس في مكان واحد، وفي صرح كبير جدا جدا حصل ايه؟ التجميعه الكبيره. ومع التجميعه الكبيره اللي موجوده مع سيدنا سليمان عليه السلام، الجيش العظيم الكبير، فلما دخلوا بالهديه شافوا ايه، ايه ده، ده احنا اللي احنا فيه اصلا ما جيش ذره في اللي موجود ملك سيدنا سليمان، حتى ان هم فكروا ان هم يرجعوا بالايه، بالهديه. هديتنا ايه في وسط انت تخيل كده، انا هجيب واحد ايه، انا هجيب له واحد اخد له مش عارف اديله هديه، طب هو اصلا الهديه دي بالنسبه له كلام فاضي، حاجه لا تذكر. ايوه، انا مش عارف تهديه ازاي. ففكروا، فلما جاءوا لسيدنا سليمان وقدموا له هديه، غضب سيدنا سليمان، قال اتمدونني بمال فما اتاني الله خير، ده ربنا اعطاني خير مما اتاكم، بل انتم بهديه، انتم تفرحوا بالهديه ليه؟ دي مش رسالتي، انا رسالتي رساله دعوه، رساله توحيد، رساله عبوديه، رساله لله. فما عجبهوش الوضع، وما عجبهوش ان يكون الموضوع ماشي بالشكل ده، فرفض انه يقبل الايه، الهديه، وهددهم ان لم تاتوا مسلمين عابدين لله سبحانه وتعالى هيتم بقى الايه، هيكون في حساب ويكون في عقوبه. فلما عادوا مره اخرى، المره دي بقى ايه، خرجت الملكه بنفسها وقالت خلاص اروح بقى وايه واشوف ايه الموضوع. وكان عندها عرش عظيم، وحتى قيل ان لما خرجت العرش ده جمعوه في 7 بيوت وعليه حراسه مشدده عشان ما حدش ياخد العرش بتاعها. عرش بقول لك بقى في يعني ايه، في كل انواع المجوهرات الثمينه معمول منها العرش، ونشوف من ضخامه العرش ان هو ايه، كرسي عظيم 7 بيوت عشان ياخدوا الايه، العرش ده. فلما كانت في الطريق، طبعا الجنود من الجن كانت عندها سرعه في الذهاب والعوده، فاخبرت سيدنا سليمان بما حدث مع خروج الملكه اللي هي بلقيس، اخبروه الجنود بايه؟ بان هي جايه. بان هي جايه.
قال بقى ايه ايكم مين يجيب العرش بتاع ايه قبل ان تمسك قبل ما هم هيروحوا بقى هيروحوا مستسلمين وهيروحوا يشوفوا الوضع فمين يجيب العرش ده فرد واحد من الجنود قال انا ايه انا اجيبه لك قبل ان تقوم المقام قبل ما تقوم من مكانك جبته لك فسيدنا سليمان عايز اسرع من كده فقال عفريت اللي هو عنده علم الكتاب انا اتيك به قبل ايه قبل ما قبل بس ما كده يجي مكان وبالفعل جابوا ايه وده كان عنده علم من الكتاب يعني كان حد اعلم فبالفعل جاب الايه العرش والعرش حضر فلما جاء العرش سيدنا سليمان قال نكروا لها ايه عرشها غيروا في ملامحه وفي شكله وكلام من ده فلما وصلت عرض عليها العرش ده العرش بتاعك قالت كأنه شكله مش عايز اقول ان هو بس ايه كأن شكله هو فسيدنا سليمان عليه السلام اعد لها عرشا عظيما كبيرا على العرش ده على البحر وعرش من جماله حاجة عظيمة حتى هي إيه لما دخلت القصر بقى ده دخلت قصر عظيم فرفعت الثياب كأنها داخلة هتنزل في المية شافت لا ده مش مية ده هو أصلا إيه حاجة من قوارير وحاجة إيه مزينة ومزخرفة والعرش ده ما شافتش زيه في حياتها يعني حتى العرش بتاعها اللي هي كانت شايفاه وكانت عايشة فيه ومحطوطة سبع بيوت لا ده حاجة مهولة ففي الوقت ده استسلمت وعلمت بأنه يعني مؤيد من عند الله سبحانه وتعالى وقالت أسلمت مع سليمان لله رب العالمين وعادت وتابت إلى الله سبحانه وتعالى ودخلت في دين الإسلام وجعلت الإيه القوم يدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى وهنا كمان عرفت إن ده مش وإن سيدنا سليمان مش واحد متكبر ظالم طاغية جاي عشان يحتل الارض او ودي مش رساله الاسلام انما جاء ليدعوهم الى الله ان عبدوا الله خلاص زي ما انتم مش عايزين منكم حاجه انتم بس ايه اعبدوا ربنا على الحال اللي انتم فيه. طبعا قصه سيدنا سليمان زي ما قلت في بدايه القصه قصه مليئه بالقيم والمعاني ومحتاجين نقف معاها وقفات كثيره حتى يعني نستخرج منها الكنوز والمعاني العظيمه اللي فيها. وقبل ان نختم الكلام عن قصه سيدنا سليمان عليه السلام وما حدث مع ملكة سبأ محتاجين يعني بعض الفوائد اللي انتم لمستوها من القصة دي نختم بها الحلقة ان شاء الله. القصة كلها فوائد عظيمة بس زمان ذكرت في اول حلقة التفقد ان انت تفقد كل اللي حواليك من جيرانك لقرايبك لعائلتك لاصحابك تسأل على كل اللي حواليك يستوعب اللي حواليه يهتم بيهم ويسأل عليهم من غير مصلحة مش لازم يكون في مصلحة مع ان برضو لو تطلب المصلحة برضو انك تسأل في البداية برضو عادي حسن الظن بقى زي ما سيدنا سليمان كده كان بيحسن الظن فلما الهدهد غاب هنشوف هيعمل ايه هيجي بعذر ولا حد ده تمام جميل. طبعا من الفوائد القيمه هي يعني موقف الهديه اللي بعتتها بلقيس لسيدنا سليمان طبعا ده ان دل اصلا يعني بيدل على عمل ان العمل ده لا يعمله الا الكبار عمل عظيم جدا عمل اللي هو يعني بيقول لهم ايه اللي انتوا جايبينه ده يعني حاجه لا تذكر بالنسبه للملك اللي فيه مش هيبيع دينه عشان هديه مش هيبيع دينه مثلا عشان هديه او كده وهو اساسا هو مش يعني مش محتاج لل محتاج له بتاع ده يعني او للحاجه اللي هم جايبينها جميل جدا هي زي ما قلنا كده الفوائد فعلا كثيره جدا لكن وقت الحلقه للاسف انتهى معانا ويعني هي القصه محتاجه للتفكر الكثير والتامل الكثير واستخراج المعاني منها ودي ان شاء الله على الواحد يعني ايه يعني يقرا في الايات سوره النمل ويستخرج منها الفوائد والعبر والعظات. شاكر لكم تواجدكم وتفاعلكم جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اصبر لكل مصيبه ومجلدي واعلم بأن المرء غير مخلدي أوما ترى أن المصائب
الغرائب جمة